مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كرات النوتيلا للعيد بثلاث مكونات، وكتير سهلة وبسيطة. عنا نوتيلا، ملعقتين صغار كاكاو، بسكوت نعمتهم بهذا الشكل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط البسكوت، كمان بحط نوتيلا، رح احط ملعقتين كبار، طريقة كتير سهلة. هلا بحركن مع بعض ليصيروا عجينة. هلا بعجنهم بالايد. بعجنهم منيح مع بعض. بعمل الكرة بهيدا الشكل، بضغط عليها، شفتوا كيف؟ بعملها رول وبغطها بالكاكاو. بهيدي الطريقة. كمان إذا حبينا فينا نغطن بجوز الهند بهيدي الطريقة حسب الرغبة. بضغط عليها نفس الشيء. وبغطى بجوز الهند بهيدا الشكل. رح اعمل قصم بجوز الهند وقصم بالكاكاو. هولي كرات النوتيلا اللي عملتن انا وياكن، هلا منحطن بالبراد. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.